جاهز لملفاتنا. ان شاء الله. طبعا احنا يعني عندنا اهم ملفين طبعا النادي الاهلي والنهائي ده ان شاء الله هنتكلم عليه، لكن في ملف كمان، والنهارده الكابتن محمود الخطيب كان عامل زياره للجنه الخماسيه في اتحاد الكوره، بي طبعا سبب قلنا يمكن في الانترو القيد المحلي. حضرتك يعني شفت المقابله دي ازاي، وتابعت القرارات للجنه الخماسيه بشان القيد المحلي ازاي؟ لا ابدا، انا يعني انا تابعت حضرتك الكلام اللي انت قلته، بس هو في سؤال بيطرح نفسه، هو اتحاد الكره دوره ايه في، يعني ايه، ما هو دور، ما هو اتحاد الكره؟ هو مجموعه الانديه اللي بيختاروا اتحاد الكره عشان يدير مصالح اللعب. يعني انت راجل بتدير مصلحتي، ها، وانا بدك ده، وقلنا ما فيش انديه هيبقى في اتحاد كره، مش هيبقى في اتحاد كره. هل المطلوب تسهيل الامور ومساعده الانديه اللي هي وصلت لنهايات اقوى بطولات القاره وتوفير الاجواء ومساعدتها، ولا وضع العراقيل والمساله يتم يعني فيها نوع من الانتقائيه، او هل هو الاهلي الوحيد اللي هيستفيد من تاخير القيد الى 6 ديسمبر؟ ولا الكلام ده ماشي على نادي الزمالك، على بيراميدز، على الاسماعيلي، على المصري، على المقاولين اللي هيلعب في الكونفدراليه، او على كمان اللي هيلعب في بطوله اللي هيفوز بالكاس مثلا وهيلعب في كاس العرب؟ يعني عاوز اقول مساله مش مفهومه، ليه كل فتره قلنا 4 نوفمبر قال لك نفس القصه، انا بقول لك اهو 4 نوفمبر قال لك 7، ها، طب لا كان هو كان المباراه النهائيه يوم 6 نوفمبر، قال لك 4 نوفمبر اخر كده. يعني عارف انت ايه، يعني شيء عجيب ومريب في نفس الوقت ومش مفهوم. ولو في نوع من الشفافيه يطلع والله اتحاد الكوره يقول والله يا جماعه اصل احنا خدنا ميعاد 19 نوفمبر عشان 1 2 3 4، ومن الانديه تقدر ترد عليك، ومن الناس اللي شايفه ومتابعه تكلمت تقول والله يا جماعه ده عنده حق، ده عنده وجهه نظر احنا لازم نحترمها. لكن مش فاهمين ايه هو الهدف. يعني انت عملت 4 وبعد كده النهائي كان 6، وبعدين قال لك طب سيب 7 عشان في لعيبه عوده هتنتهي. يعني انت عارف ان الموسم بصفه عامه موسم استثنائي متقلب غير مستقر من وقت ظهور فيروس كورونا، ثم العوده، ثم تاجيل المباريات، ثم ظروف مباريات الدور قبل النهائي، ثم تاجيل الرجاء اكثر من مره، ثم خبط المباراه، ثم يعني تاجيل لاجل المسمى، ثم العوده لتحديد الفاينل 27 نوفمبر. وكل الكلام ده كان المفروض ايه، الموسم الجديد بدا، ويعني والدوري وبطوله افريقيا كان زمان انتهت لولا الاحداث والظروف. هل يعني المطلوب من اتحاد الكوره ان هو يرفع الكاهل الانديه ويساعدها ويوفر لها الاجواء، ولا هو المساله اللي انا بقول يعني انت جاي تعقد، ولا جاي تسهل، ولا جاي تعمل ايه بالظبط؟ وهل هو المقصود، انا مش عاوز اقول المقصود، هل المقصود هو الاهلي بس، يعني الاهلي بس هو اللي بيدور، ولا كل الانديه؟ من كل الانديه لها مصالحها ولها طلبات اكيد هتبقى في موضوع في الاعتبار. لما يطلب النادي الاهلي مساله هو بيطلبها لنفسه، ولا بيطلبها لانه مصلحه الفريق في مباراه مهمه جدا في نهائي دوري ابطال افريقيا، بيقول لك خلي اجل كذا عشان النادي عنده 1 2 3 4. ما اناقش الامر واطرح اقول يا جماعه تناقشنا وحصل واتفقنا او ما اتفقناش. الامر يبدو كانه صراع مش مفهوم. هل هو الهدف اظهار ان انا اقدر اقول للاهلي لا في وقت من الاوقات واعمل قرار عكس؟ تبقى مصيبه، يبقى انت كده بتحط نفسك في وش المدفع بامانه شديده.